الطاقة بتاعتك انت يا برج الدلو، طاقة النايت اوف كابس. شايفة برج الدلو بيحب يعني او عاوز يقدم مشاعر لحد او عاوز يعترف بمشاعر لحد او عنده طاقة سماح او طاقة خير او دي طاقتك في العام. يعني انت شخص ممكن بتحس بده دلوقتي، طاقة مشاعر، طاقة حب، ممكن تكون بتساعد اشخاص لان دي طاقتك العامة، ممكن تكون بتساعد ناس مثلا على في حاجة، مثلا بتقدم مساعدات، بتقدم خير. طاقة برج الدلو ناضح أكتر. أنت عايز يعني تكلم حد عن مشاعرك، ممكن بس خايف من رفض، أو ده حصل وحصل فيه رفض. أنا شايفة في هنا عندك مشاعر بشكل كبير أوي، لكن في زعل، في خوف من رفض، في رغبة في تحرر من أفكار فيها خوف، وإنك تدخل مثلا في العلاقة بقلب جامد أو تعترف بمشاعرك أو كده، أو في حاجة أنت حاسس فيها إنك أنت تسرعت وطلبت أو بينت مشاعرك لحد أو قدمت مشاعرك لحد، فدي الطاقة بتاعتك في الوقت الحالي. طاقة شريك برج الدلو البيج اوف فورس، ممكن شريكك ممكن يكون أصغر منك، ممكن يكون طاقة بدايات، بادئ حاجة جديدة. طاقة شريكك ممكن بيحاول ينسى موقف، ينسى تصرف، ينشغل في أمور تخص عمل، تخص مشروع جديد، تخص حاجة جديدة في حياته، لأن هو في مود صعب عاوز يخرج منه في الوقت الحالي، فبيحاول يتحرر منه بالانطلاق، بالبداية الجديدة. ممكن شريكك يكون من برج ناري أو من برج مائي، فطاقته في الوقت الحالي هو رغبة في بداية شيء جديد. ممكن كمان يكون هو في الوقت الحالي بيظهر لك تجاهل مثلا ليك أو للعلاقة، دخوله في معترف ثالث، أو اهتمامه الأكتر مثلا بأصحاب، بعلاقات، لكن هو من جواه في حزن وهو بيحاول يداريه بالشكل الخارجي ليك. طاقة العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين الـ 7 of Swords، أنا شايفة طاقة فيها مراقبة، وممكن تعرض البعض منكم لخداع، يعني أنت أو هو، منك أو منه، لأن دي طاقة العلاقة بينكم أنتوا الاتنين. طاقة العلاقة ما بينكم. في حد هنا كان معطاء، في حصل غدر، حصل خيانة، حصل سرقة، حصل خداع، حصل دخول في طرف تالت، حد مثلا اكتشف ان الاخر عنده طرف تالت، لان انا شايفه الموضوع ده ظاهر في القراءه بتاعتكم قوي. برغم ان حد قدم الكتير في العلاقه دي، ولو هي علاقه جديده يبقى في رغبه بالاعتراف في المشاعر، لكن طرف شايف التاني مشغول مثلا بحزنه، او حاسس ان هو عنده شريك، او بالفعل ان هو عنده طرف تالت، حد فيكم يعني. فدي شكل العلاقه ما بينكم في الوقت الحالي. ايه مشاعره تجاهك؟ نواياه؟ خطواته القادمة؟ الأوتكم للعلاقة. مشاعر تجاهك أنا شايفها رحيل في الوقت الحالي. العلاقة دي فيها انفصال، فيها انفصال وفيها وجع قلب وفيها مشاعر حب في نفس الوقت، لكن يا إما مش قادرين تقولوا عنها بسبب وجود طرف تالت، يا إما أنتوا في شيء صعب حصل هنا في العلاقة دي من حد فيكوا يعني. في حاجات تخص العطاء أو المبادرة بحاجات كويسة، وطرف قابل ده بغير كده يعني. شايف هنا الـ 8 of Cups في مشاعر حبيبك، مشاعر رحيل، الشخص ده راحل، وهو بسبب إن هو مش راضي عن العلاقة، يا إما
في احاسيس غير مكتمله، يا اما علاقه غير مكتمله، يا اما زي ما قلت في حد فيكم عنده طرف ثالث. مشاعر شريك برج الدلو. في هنا الرحيل ده جه بعد انتظار كتير، مثلا في حد مل من اللي حاصل، مل من وجود الطرف الثالث، مل من كتر نوع مشاكل معين بيتكرر او بيحصل بشكل متكرر في العلاقه. فخلوا بالكم من نقطه زي دي مشاعره تجاهك في الوقت الحالي، دي مشاعر حد ادى ظهره للعلاقه، حد راحل وللمجهول، يعني هو مش محدد حاجه معينه هو رايح ليها في الوقت الحالي، ولذلك هو هنا عنده البيجوفون اللي هي حماس لبدايه جديده، بداية جديدة بقى ان هو يمتلك مثلا مع اصحابه، لكن في جواه لسه كسر القلب ده او الحزن ده موجود بسبب كمان ان في انتظار طال في العلاقة دي. نواياه تجاهك او تجاه العلاقة. السيفن اوف بينتيكل اللي هو ده، نوايا تجاهك او تجاه العلاقة. عايزة بس اخد لكم هنا في المشاعر من الرومانس، مشاعر شريك برج الدلو. نفس الكلام رحيل. الحد ده شايف ان هو او العكس، يا اما انت اديته كتير في العلاقة دي، يا اما هو اللي ادى كتير في العلاقة دي وتعب وزهق وقرر الابتعاد في الوقت الحالي. شايف ان هو بيبذل مجهود كتير قوي على مفيش او على لحظات ممكن تكون عابرة في العلاقة دي. انا شايفة ان هنا في مشاعر حب، ومشاعر حب قوية، لان الشخص كمان لما يكون حزين كده او قلبه موجوع كده فده معناه ان في مشاعر حب او طاقة حب قوية تجاه الطرف الاخر او تفكير بشكل جدي، لكن العلاقة هي اللي فيها صعوبات في الوقت الحالي فمخلية طاقة التفكير عاملة كده حاليا. نوايا تجاهك او تجاه العلاقة. الشخص ده ممكن يكون كمان بيحاول ان هو يبدأ حاجات جديدة لكن مش بيعرف. الشخص ده انت بالنسبة له حد مميز يعني، او انت بالنسبة له او الحب او الاحساس بالفرحة. الشخص ده كمان بيحس تجاهك احساس الام جدا. فالشخص ده في نوايا تجاهك او تجاه العلاقة ان هو يعمل تغييرات وهيقوده لده مشاعره القوية تجاهك او تجاه العلاقة يا برج الدلو. ممكن هنا كمان عند الجيت اوف كابس ده بيكلمنا عن رحيل، لكنه رحيل مؤقت بسبب، يعني انتوا هنا بالفعل بيبقى الجيت اوف كابس بيبقى فيه 8 كوبايات، والثمان كوبايات بيبقوا موجودين على حالهم، لكن الشخص هنا اللي بيسيب الثمان كوبايات على حالهم ده، يعني الحاجة واقعة ولا حاجة فاضية ولا حاجة مكسورة، وبيمشي بسبب ان هو عاوز الاثنين التانيين. فبيكون هنا في نوع من انواع السعي لاصلاح الامور، يا اما انا امشي لحد ما انت تصلح امورك، او انا امشي لحد ما انا اصلح اموري، او الامور تتصلح لوحدها او يحصل فيها خير بشكل افضل. المهم انه ده وقت رحيل بالنسبة لي، ملل، زهق، عدم رضا كده. لكن هنا انا شايفة فيه حد بيحاول ان هو يستعمل كل حاجة هو يقدر يعملها علشان يعمل تغيير، وبيأكد ده كمان الكارت اللي بعد كده في خطواته القادمة. فعلا ده كارت الدث، فعلا هيكون في تغييرات. يعني الشخص ده ممكن كمان يكون في اشخاص مثلا بتعوق العلاقة، او مشكلات او حاجة مثلا موجودة من الماضي، او حزن موجودة عند الشخص ده مهم ان هو يتخلص منه او يستعيد نفسه من اول وجديد. فواضح هنا الرغبة
الشديدة في التغيير حتى في طريقة الرحيل. ممكن لبعض منكم الشخص ده يكون مشي من غير سبب، يعني من غير ما يقول لك الأسباب. برج الدم، ايه خطوات شريكك القادمة؟ الشخص ده بيفكر في خطواته القادمة ان هو يعمل تغييرات. ممكن الشخص ده يكون مثلا بيعاني للبعض منكم وفاة حد عنده، مشكلة حاليا هو بيمر بيها بالفعل، محاولة للتغيير مثلا تخلص من بعض الأشخاص بتعوق العلاقة، شايفة فيه تخاطر، شايفة فيه راحة من رغبة من رحب من تفكير، طاقة تفكير قوية جدا بتؤرق الشخص ده، ما بتخليهوش يقدر ينام. أنا شايفة طاقته صعبة جدا، حتى هنا لو هو هنا بيظهر العكس بأن هو بادئ حاجة جديدة أو منطلق أو كده، أو بيخرج مع أصحابه أو بيقضي وقت لطيف، لكن هو برضه جواه قلبه حزين وجواه مشاعر حب كبيرة قوي تجاهك يا برج الدرب. ليه هنا بقى هو بيغير وبيفكر وكده؟ لأن هنا في الأوت كام العلاقة أنا شايفة التين أوف بنتيكل. ده بيقول إن في خير جاي في العلاقة دي، أو إن الشخص ده بيحاول إن هو مثلا العلاقة دي يحصل فيها نجاح ويحصل فيها استقرار. ما أقدرش أقول هنا إن هو زواج قوي يعني، لكن شايفة ممكن في حاجة تشتغلوها مع بعض. في استقرار، واستقرار هيكون مرضي ليكوا جدا، لان ده التين اوف بنتيكل قمه الاستقرار. وهنا كمان في الطاقه بتاعتكم او في طاقه الورق اللي خرجت كان التين اوف كابس ومعاها الايس اوف كابس، ففي فعلا تخلص من حاجات صعبه الشخص ده بيمر بيها في الوقت الحالي. عنده مثلا حد تعبان، ممكن يكون هو اللي تعبان، في طاقه تفكير كتيره قوي، في مشاكل حصلت في العلاقه، في حد رفض التاني بشكل مثلا التاني ما كانش متوقعه، او اكتشاف وجود طرف ثالث، لان الطاقه هنا بتقول حاجات كتير قوي، او انتوا طاقتكم هنا كتير قوي، فكل حد ياخد القراءه بالشكل المناسب ليه. فهنا طاقة او الاوت كام للعلاقة التين اوف بنتيكل. التين اوف بنتيكل زي ما قلت بتقول ان في استقرار كبير مرضي ليكوا انتوا الاتنين. ممكن كمان يكون في شراكة عمل ناجحة جدا. الاوت كام للعلاقة. انتوا هنا عندكم التين اوف بنتيكل والتين اوف سورد، العشر سيوف. فهنا برضو ده انتهاء للألم، او دي مرحلة بتتغير. ممكن انتوا بتمروا بمرحلة صعبة جدا في الوقت الحالي، يعني انه يحصل كل ده يا اما محتاج قوة ارادة منكم وان الحب يكون اقوى من اي حاجة بتحصل، يا إما موضوع محتاج مثلا إن هو يتغير مثلا بمعجزة يعني، أو بعضكم مثلا يستعمل كل حاجة ممكن تكون موجودة في إيده وهيلجأ مثلا لقوة روحية، يعني دعاء يكون مستجيب، حاجة زي كده. لكن أنا شايفة هنا انتهاء للألم، وشايفة هنا طاقة الاكتمال، يعني هنا الألم اكتمل وقرب ينتهي، لأن فعلا كانت الدث دي مرحلة تغيير، وانتوا في مرحلة عبور في الوقت الحالي بالتغيير ده. شايفة هنا في احتمال اللي عنده طرف ثالث ممكن يكون في خروج بشكل كبير قوي في العلاقة دي للطرف الثالث، ايا كان ايه هو الطرف الثالث. شايفة هنا كمان في اجتماع بينكم انتوا الاثنين، لكن برضو ما قاليش برضو ان في ارتباط او زواج، لكن في مشاعر، في تبادل مشاعر، في اعتراف بحب، في مصالحة، في وجودكم مع بعض، وجودكم مع بعض باستقرار ومشاعر حب متبادلة. الاوت كام العلاقة
برج الدلو، في اوقات حلوه، في اوقات حلوه، بس انت حاول مثلا في الفتره دي برج الدلو ما تكونوش بتحددوا ايه اللي المفروض يحصل بالظبط، او كل طرف مثلا المفروض ان هو يعمل ايه بالظبط، يعني حاولوا او ما تعملوش كنترول على المشاعر بتاعتكم نفسها او على الموقف اللي بيحصل، لانه هيعدي. بعضكم ممكن في الوقت الحالي يكون متذمر، يكون متضايق، يكون بيتعصب، يكون كان عايز الامور تمشي بشكل معين، الامور ان هي تمشي كده في الوقت الحالي، فده الافضل ليها، لان كارت الديث ده بيلغي او بيموت حاجات سلبيه كتير، علشان التغييرات اللي هتحصل، والتغييرات هنا انا شايفه ان هي لازم تحصل، حتى لو في حد بمزاجه هو فعلا عايز تغييرات تحصل، في هنا تغييرات لازم تحصل خارجه عن ارادتك وعن ارادته، هي لمصلحتك او لمصلحه العلاقه بشكل عام. شايفه هنا انت بالفعل لقيت شريكك المناسب، فانا شايفه انك انت هتحس ان الشخص ده هو الحد المناسب ليك، هيبقى فيه فعلا تبادل مشاعر، وهيبقى فيه لحظات حلوه في العلاقه دي، في الطاقه الحاليه في تبادل للمشاعر، وفي حاجات ناجحه او مستقره بينكم انتوا الاثنين، ولحظات حلوه في العلاقه دي. هقول لكم الابراج اللي موجوده دلوقتي، بس لما نشوف ما القادم لبرج الدلو. من القادم ياخد من هنا الاول، بصوا حتى هنا في الطاقه بتاعت الورق نفس ده. من قادم لبرج الدلو؟ التو اوف بنتيكل. انا شايفه هنا كمان في خروج لطرف ثالث في برج قادم لبرج الدلو، طرف ثالث ممكن يكون مسيطر في العلاقه، ممكن يكون زوجه، ام، او الاثنين، او في اشخاص بيسيطروا على دماغ حد فيكم، يعني في حد فيكم هيتحرر من اشخاص ممكن تكون بتتحكم في ارائه، بتتحكم في تفكيره، لكن انا شايفه في تمسك قوي بالعلاقه دي، في مواجهات هتحصل في الفتره اللي جايه، او اعتراض على شكل ما، او على وجود طرف ثالث في العلاقه، وشايفه ان في مصارحه هتحصل او في كلام. ما القادم في حياه برج الدلو برضو وجودك مع شريكك باي شكل كان، المهم ان في طرف ثالث هيخرج ايا كان ايه هو الطرف الثالث ده، ولو مفيش طرف ثالث خالص ففي اعتراف بمشاعر، في حد هيعترف لك بمشاعر، لكن انا شايفه هنا حتى لو ما فيش طرف تالت ففي حد فيكم كان عنده حاجه، او العلاقه دي كان في، او حد فيكم كان في علاقه فيها مشكله، او كان في حد بيسيطر على طرف انت او الشريك بتاعك. ما القادم في حياه برج الدلو؟ ما القادم في حياة برج الدلو؟ شايفة في عندك كمان توازن بيحصل، شايفة في البعض، لأن ده من القادم عموما مش من القادم، شايفة كمان ممكن تكون استقرار نوعا ما في وضع مادي، أو توازن في وضع مادي، مثلا بعضكم ممكن يكون عانى من خلل في عمله، في ظروفه المادية، بعضكم ممكن يكون كان الإنفاق أكتر من المدخول اللي بيدخل له، فشايفه فيها يحصل التوازن، شايفه فيها يحصل انتقال مثلا لحاجه اعلى في موضوع الشغل، شايفه فيه تخلص او راحه من تعب. من قادم لبرج الدلو عاطفيا؟ بصوا هنا ده كمان الاكسبريس يور لاف، حد هيتكلم، حد هيقول عن مشاعره. من قادم لبرج الدلو؟ طيب في علاقة باست لايف، علاقة باست لايف، وفي كلام فعلا هيحصل اهو، نفس هنا في كلام، والشخص ده انت هتقابله وهيحصل فيه مصارحة وهيحصل فيه كلام.
العلاقة دي علاقة باست لايف، ممكن تكون بتحصل فيها حاجات كتير في الوقت الحالي، لكن في تغييرات جاية فيها أكيد في الفترة اللي جاية. شايفة كمان هنا في نوع من أنواع الإدمان أو التعلق بشكل إدماني من حد فيكو بيأثر على العلاقة، فده هنا تحذير أو إنك تحذر من وجود حاجة زي كده، أو إنه حاجة زي كده تكون ليها تأثير على مسار العلاقة أو إن هي تروح لحاجة أفضل. فاللي عنده تعلق، لأن هنا كمان شفت حد برضو في كنترول على مسار العلاقة، فخلوا بالكم من نقطة زي دي. سيب الموضوع في الوقت الحالي يمشي بسهولة علشان تقدر تنتقل من المرحلة التانية. لما أنا في مرحلة معينة من مراحل التغيير بكون رافض أو بقاوم أو متعصب أو عايز شيء يحصل بشكل معين، فأنا بستمر في الطاقة دي لوقت أطول. حاولوا تشغلوا نفسكم بحاجة تانية، لأن في تغيير فعلا جاي في العلاقة دي بشكل أحسن. شايفة هنا برج الأسد، الجوزاء، الدلو زيك. شايفة برج الحمل، برج الحمل، برج العقرب، برج الحمل وبرج العقرب. وشايفة برج الأسد، الحوت، السرطان، الحمل تاني. دي الأبراج اللي موجودة معاك يا برج الدم. شوف إجابة الملائكة. طيب حلو جدا. هنا بيقولك خلال عام من الآن وفي عندك وفرة، في عندك وفرة وخير وفرص و حاجات مادية، في فلوس كتير جاية لك خلال عام من الآن. بعضهم ممكن يكون قلقه في الوقت الحالي مثلا جانب مادي، لأن أنا شفت هنا برضو زي ما قلت في عدم توازن في الجانب المادي، فما تقلقش في الفترة دي، في حاجات، في خير كتير جاي لك وفي وفرة كتير جاي لك في الفترة اللي جاية يا برج الدم. شايفة هنا كمان يس، مش احنا كنا خرجنا أربعة؟ وهنا في حاجة تانية أحسن، أو في حد تاني أفضل، أو في حاجة تانية أفضل. ممكن تكون حلول وممكن يكون دخول شخص في حياتك. المهم إن في حد مناسب جاي لحياتك، في حد شريك او حبيب داخل حياتك سواء ده او غير. عشان كده مطلوب منك ما تقاومش التغييرات في الوقت الحالي، وما تكونش عايز الامور تحصل بالشكل اللي انت محدده. سيب الامور تحصل كده، لان في خير انا شايفاه جاي لحياتك. لكن بعضكم ممكن يكون اعصابه مش او رافض نوعا ما الواقع بتاعه في الوقت الحالي. لو انت ما رفضتش وانت حسيت بحالة من الرضا في الوضع الحالي، فانت بتسمح له ان هو يمر بسرعة وان يجي الوضع اللي بعد كده.